أطلقت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات تحذيرا لشركات الطيران العالمية بشأن طائراتها من طراز 777، وذلك إثر سقوط قطعة معدنية من منظومة العجلات الخلفية لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة إير فرانس بعيد إقلاعها. وذكرت بوينغ أن القطعة المعدنية تزن 60 كيلوغراما، وأنها قد سقطت يوم الاثنين الماضي فوق ضاحية بمدينة شنغهاي الصينية. وأوضحت الشركة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.